البعض يحاول خلط الأوراق عن طريق الإكثار من التهم دون أدلة وإغراق الجهات الرقابية بقضايا كيدية لإضاعة جهدهم. هذا ما تحدث به رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام بحضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هناك هدر بالمال العام، وأنا يحزنني كثيرا عندما أزور المحافظات أن أجد مشاريع صرفت عليها مليارات الدنانير ولا يستفاد منها اليوم. هذا أكبر فساد وأكبر هدر للمال العام. فيما أشارت الأمم المتحدة إلى تقديم توصيات إلى الحكومة العراقية تكون أشبه بخارطة طريق ضمن سقف زمني لمعالجة القطاعات الأكثر هشاشة وعرضة للفساد، وسيتم استخدام مؤشر الفساد العالمي لقياس التطور المحرز ضمن هذه الخطة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بتقديم المساعدة للحكومة العراقية وفق مذكرة التفاهم المبرمة عام 2016، وسنقوم بتقديم توصيات خلال هذا المؤتمر لوضع خارطة طريق ضمن سقف زمني لمعالجة القطاعات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى المساعدة لاستعادة الأموال والأصول المسروقة المتأتية جراء الفساد والموجودة خارج العراق. أعضاء في لجنة النزاهة النيابية طالبوا بضرورة إعطاء معلومات دقيقة وواضحة إلى اللجنة التي ستشكل من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمبالغ التي ذهبت إلى المشاريع، فيما أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أهمية المؤتمر كون العراق سيجد دعما دوليا للقضاء على الفساد، وهو أمر يحدث لأول مرة بحسب قوله. خارطة الطريق الصحيحة من خلال تكامل كل الأجهزة الرقابية في كشف ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين سيدين بذراع عالمي، يعني أن تعطي تفاصيل دقيقة وواضحة للمبالغ التي ذهبت إلى المشاريع، وهل أنجز شيء من هذه المشاريع أم لن ننجز من مجلس الحكم لحد يومنا هذا. الحد من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وإيجاد آليات من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية في القطاع العام ضمن خطة زمنية محددة، هو ما ناقشه مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. من فندق الرشيد ببغداد، موفق مجيد، الحرة.